مشروع فيه رؤية ومشروع بناء بلد حديث لازم يجي في القلب منه موضوع المرأة. فنبص أول حاجة نشوف هو الستات دي وضعها عامل ازاي في البلد، القوانين فيها تمييز ولا ما فيهاش. طول الوقت عندنا فكرة ان مصر هي رائدة المنطقة العربية، بس في موضوع المرأة الحقيقة حصل تراجع كبير. ربما أوضاع المرأة في الستينات أفضل من أوضاع المرأة النهاردة، حاجة عجيبة. يعني البعض ما بيبص على الصور حتى بتاعت والدته أو جدته يشوف صور كان شكلها على مستوى اللبس مختلف، لكن كمان كان واقع المرأة المصرية مختلف. كان في خطاب سياسي عام موجه للمرأة باعتبارها مواطن وباعتبار ان احنا محتاجينها، وفي يعني حرص على تعليم البنات وإشراك السيدات في فرص العمل. من بعد فترة الستينات لما دخلنا في مرحلة الانفتاح وبدأ المصريين يسافروا برا مصر ويشتغلوا في دول تانية عندها ثقافات مغايرة تماما، ورجعوا بفلوس الخليج وبثقافة الخليج كمان اللي هي بتنظر للمرأة بطريقة محافظة، وبدأ يحصل تراجع في الثقافة المصرية اتأثرت بيه بشكل كبير الستات. كان في أغنية في الستينات بتقول بحلم بيكي حاجة كبيرة، قولي سفيرة قولي وزيرة. دي أغنية اتعملت موجهة للبنات، بسيطة جدا شعبية جدا، لكن بتحس كل أم على تعليم بنتها. وما أشوفك أقول للناس الأمورة دي حبوبتي، دي أغنية كانت بتتذاع في الرضاوي علشان تقول للناس ودي بناتكم للمدارس وعلموهم، لأن في يوم من الأيام هتبقى حاجة كبيرة، سفيرة وزيرة. عندك سنة 61 يتعمل فيلم مراتي مدير عام، اللي هو مش بيناقش فكرة أنت تقبل مراتك بتشتغل ولا لأ، احنا فكرة انك تقبل مراتك بالشغل ولا لا دي عديناها خلاص. انت تقبل ان مراتك تبقى مديرتك في الشغل ولا لا، ده في الستينات. 2010 كان عندك فيلم بيخلي وزيرة تقدم استقالتها عشان تتجوز. النهاردة الراجل هو اللي بيقرر مراته وبنته يلبسوا ايه، امتى يخرجوا من البيت وامتى يرجعوا. المجتمع بيسيطر على حرية المرأة وبيقرر لها، بيراقبها وبيحكم عليها. كل إنسان راجل أو ست محتاج لتقدير المجتمع علشان يحس بالرضا. أرسطو بيقول الإنسان حيوان اجتماعي، ده معناه إن كل إنسان بيشوف نفسه من خلال عيون الآخرين. كياننا بيعتمد على تقدير الآخر لينا، وعلشان كده الشغل مهم بالنسبة لنا كلنا، دي الطريقة اللي المجتمع بيقدرنا بيها. بالتالي لو الستات مش بتحترم وبتتعامل كمواطنين من الدرجة التانية، مشاعرهم ونفسيتهم هتتأثر وتقديرهم لنفسهم هيقل، وهيبقوا عرضة للأمراض النفسية والاكتئاب. في إحصائية لل WHO لمنظمة الصحة العالمية أن معدل الأمراض النفسية في العالم وصل لرقم مخيف، وأن المرأة أكثر عرضة من الرجل للتعرض من المشاكل النفسية. ده شيء طبيعي، المرأة كائن حساس جدا وكائن مرهف الحس وكائن رقيق جدا، كلما كان هذا الكائن أكثر حساسية يكون أكثر تعرضا للمعاناة النفسية. فأنا شايف أن المشاكل النفسية للمرأة في المجتمع كبيرة جدا، بداية من معاناتها من المجتمع كله. نظرة المجتمع ليها أن هي شيء مكمل للزوج، وأن دورها منحصر في رعاية المنزل والأطفال فقط. فبقى عندنا كمان ثقافة لا تتعامل مع المرأة باعتبار أنها بني آدم ليها حقوق، من حقها تختار اللبس اللي هي عايزة والمكان اللي تمشي فيه والوقت والوظيفة والمهمة. فبدأ يعني مش بس الأسرة تمارس وصاية على البنت، لا ده المجتمع كله بيمارس وصاية. المرأة الحقيقة مظلومة في مجتمعنا، ومطلوب منها أنها تكون متحملة أكتر، وهي اللي تشيل العبء، وهي اللي تلام، وهي اللي دايما مصدر التهاب. هذه التوعية تبدأ الأول من التوعية الدينية،
لان الناس عندها مشكله وهنا فاكره ان شرف البنت زي عود الكبريت. طب وشرف الولد؟ هذه مشكله. الناس فاكره ان لو البنت وقعت في الزنا كارثه كبيره، اما لو الولد وقع في الزنا مش مشكله، ده ولد، هذه كارثه. لا، الاسلام قال الولد والبنت شرفهم زي عود الكبريت، الاثنين زي بعض. الدين الاسلامي ساوى بين الرجال والنساء في الحقوق وفي الواجبات. الرجال لا يعرف بها النساء، ولكن نجد في السيرة النبوية الصحابيات رفعوا السيف ودافعوا وقاتلوا، ودافعوا عن ديار الإسلام ودافعوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن إحداهن: ما نظرت عن يميني أو يساري إلا ورأيتها تدافع عني بالسيف. وأنا في مهنتي كطبيب أمراض نساء ولادة بقول إن ما تتحمله المرأة من آلام أثناء الوضع لا يتحمله رجل، والكلام ده مش رأي شخصي، ده كلام علمي مثبت بالأبحاث. ليس هناك رجل يتحمل ما تتحمله المرأة. الراجل لازم يبص للمرأة على إنها إنسان، إنسان له روح وقيم ومشاعر، مش مجرد شيء بيرضي بغرسته وشهوته. دايما دايما لما بناخد المحاضر بتاعة التحرش للإسم بيقول لها معلش ده غلبان، معلش أصل ما فيش مش عارفين يتجوزوا، معلش معلش معلش. فاللي بيحصل إن يا إما بيقنعها إن هي تتنازل عن المحضر لو هو راجل فهمان شوية يعني، يا إما هو هيتحرش بيها وساعتها تبقى الموضوع أسوأ. وكتير قوي إن الناس اللي الستات اللي بتجيلنا بيوصل معاهم أكتشلي الموضوع إن هم يبطلوا ينزلوا من البيت، لأن التروما بتبقى عالية قوي، بيبقى عندهم بوست تروماتيك ستريس ديس أوردر اللي هي مرض الصدمة يعني. بالذات لو حصل إن هي حاولت إنها تاخد إنشيتيف إن هي تساعد نفسها وتجيب حقها وراحت لحد الاسم وبعدين في الاسم تحرشوا بيها، خلاص كده انسى. ويبقى عندك شكل من اشكال العقاب الجماعي، يعني اذا انت لبستي بطريقه المجتمع ده اللي بقى اكثر محافظه شايف انها خارجه شويه فاوكي يتحرش بيكي ما عندوش مشكله. يعني هنا تراجع سلم القيم وسلم الاخلاق واحترام المراه باعتبارها بني ادم من حقها تقرر وتشارك وهي تتحمل مسؤوليه دوت، وكمواطن في الحياه يمكن الثقه فيها ويمكن الاعتماد عليها بدا ده يتراجع. وممكن البنت نفسها اللي تم التحرش بيها هي غير مستفزه في لبسها. لازم نوعي الناس علميا بين اللي بيحصل ده بيدمر حياه البنت. ايوه تعرضت للتحرش قبل كده، تعرض للتحرش كل يوم ومفيش حد خالص بقى بيتعامل، كان انت بتهاتي وبتزعق، كان انت اللي مجنون. يعني انا اللي مجنونه، انت بتزعقي ليه ولا بتشخطي ليه؟ انت اللي فيكي حاجه غلط. هو ده الرياكشن اللي انا بشوفه من الناس حواليا. يعني كان عمري ما حسيت ان في حد بيحاول ان هو يسابورت او يساعد حتى بنات. يعني لو حد تحرش هيبقى عارف ان في مشكلات هتترتب على دوت. انا اعتقد انه هيبقى المسائل اسهل واقل من كده بكتير. انما احنا قدام جريمة امنة، يعني ليه تتحرش واحدة لما ممكن تتحرش بعشرة ومية والف؟ يعني فكرة ان هم اصلا مش يعني حاسين ان هم عندهم سلطة معينة، وان انت مش مهمتهم ان هم يحموك من التحرش. هم مهمتهم ممكن احميك لو حد سرقك، لو حد عمل لك حاجه، لكن لو حد بيعكسك هم مش متخيلين قوي اصلا ان دي حاجه هم المفروض يحموك منها. يعني ضبط الامن في الشارع هيقلل كتير من المشكله، ان انا يبقى عندي عداله ناجزه. اكيد القانون موجود بيمنع التحرش الجنسي، لكن لما تعملي قانون يمنع التحرش الجنسي ده مش هيعمل شيء. انت محتاجه توعيه اكثر، محتاجه تربيه. خلي بالك انت تريد التغيير، ولكن التغيير اللحظي اسمه تغيير، انما التغيير الدائم اسمه تربيه. تريد انك تربي المجتمع نفسه، مجتمع يقترب من الله، مجتمع بعيد عن الله تماما. نريد ان نقترب من الله. احس بغضب قوي جدا طبعا، يعني غضب على المجتمع وغضب على الثقافه وغضب على الشارع وغضب على طريقه التعامل بتاعه الرجاله مع الستات، وخلاني يعني ممكن اكون يعني رب جوايا مثلا احساس مثلا ان انا اكون ديفنسيف قوي. بحس بغضب بس مش من ناحيه الشخص، بحس بغضب من الثقافه العامه اللي حولت الشارع كانه هو حاجه ضد الست اللي ماشيه في الشارع، كان انا وصمه عار، كان انا يعني انا مش بني ادم، انا جسم. بحس ان هو
نظرة لشخصي مش موجودة، هي نظرة لجسمي. عايزين نوصل الرسالة دي لكل بنت وست في مصر، ان ما انتيش لوحدة. القيمة من رسالة زي دي انك ما تلوميش نفسك، لانه لو انت متخيلة ان كل الناس بتمش تحرش بيها بس انت بس، يبقى المشكلة عندك. يبقى لازم اكون انا عملت حاجة غلط، لازم اكون مشيت غلط، لازم اكون لبست غلط، لازم اكون اتكلمت غلط. لوم الذات ده عمره ما يحل المشكلة، ماشي؟ فانما لما اقول لك خدي بالك انت تعكستي بس ما تيش لوحدك، في 3000 واحده تاني تعكسوا، قال لا هم ال 3000 دول غلط، لا يبقى في حاجه تانية هي اللي غلط. ان انا بني ادم مش سكس اوبجكت، انا مش جسم عشان تتفرج عليه او تعكسه او ان انت تبيح لنفسك، وان هو ده بيقلل منك اكتر ما هو بيقلل مني. اللي هو مش بيقلل مني في شيء، هو ممكن يكون بيعصبني، ممكن يكون بيجرحني، هو بيصير ورا الغضب ده كله، لكن في الاخر هو بيحط منك كبني ادم. التحدي اللي بيواجه كل واحد فينا انه يفرق ما بين ما هو دين وما هو تقاليد. الاسلام جاء ثورة على التقاليد البالية، مش كل التقاليد. فنجد ان سبب الكفر هو التمسك بالتقاليد. يقول الكفار دائما إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وفي آية أخرى وإنا على آثارهم مقتدون. احنا لقينا ابويا كده وجدي كده وسلو بلدنا كده، ولازم هعمل اللي ابويا وجدي عملوه. فالاسلام جاء لهم طب ولو كان ابوك وجدك اصلا غلط، ليه ما تطورش نفسك؟ فاحنا عندنا مشكله ان احنا احيانا بنعمل بعض الممارسات اللي هي اصلا ممارسات ناتجه عن العادات والتقاليد، ظنا انها من الدين وهي ليست من الدين. خلي بالك لما نقول ان هذا دين الله يجب ان يكون مناسب لكل الناس. ايه الشيء الوحيد المناسب لكل الناس؟ انا لما اقدم لحضرتك شاي لازم اسالك الاول تشربي شاي ولا لا، ممكن تكوني ما تشربيش شاي، قهوه، لازم اسالك الاول ايه الشيء الوحيد اللي يقدم دون سؤال؟ المايه. عمر ما حد يسالك ابدا بتشربي ميه ولا لا، ولو حد سالك هذا السؤال سؤال مضحك جدا. ليه؟ ايش معنى؟ لان المايه ليس لها لون، المايه ليس لها رائحه، المايه طعمها مستساغ للجميع لأنها لا حادقة ولا حلوة. هو ده الإسلام، بيور، نقي، صافي. المشكلة لما بنحاول نلون الإسلام بلوننا، فالعرب بيعربوه، الفرس بيفرسوه، الهنود بيهندوه. حلوا عن الإسلام، سيبوا الإسلام في حاله للناس. هو دي المشكلة، لابد أن احنا نفرق بين ما هو عادات وتقاليد وبين ما هو دين. بعض العادات والتقاليد يقبلها الإسلام أهلا وسهلا، عادات وتقاليد لا يقبلها الإسلام نرميها في الزبالة، ما فيش مشكلة، ونيجي بعادات وتقاليد جديدة يقبلها ديني. هذا هو الفيصل في هذا الأمر. إحنا عندنا مشكلة في مفهوم الحب والحماية. يعني أحيانا من كتر ما بحبك وعايز أحميكي ولأني خايف عليكي فأزيكي. ومن ده في ممارسات كثيرة جدا، يعني الأسر اللي بتمارس الختان ضد بناتها. مسألة ختان الإناث ينطبق عليها الأحكام الخمسة الفقهية في الإسلام، ممكن تبقى حلال، ممكن تبقى حرام، ممكن تبقى فرض، ممكن تبقى مستحبة، ممكن تبقى مكروهة. امتى؟ على حسب الحالة نفسها الموجودة عندنا. هذه المسألة موجودة حتى في أمريكا، ولكن من يمارسها في أمريكا؟ جراح التجميل. لما تكون امرأة عندها شيء زيادة عن اللزوم ويضايقها ويخلي شكلها وحش أو يخليها عندها رغبة زيادة عن اللزوم وتحب أنها تتخلص من هذا الأمر، فبيعمل عملية تجميل بسيطة جدا. هذه العادة موجودة بقى من زمان جدا في عند المصريين من أيام الفراعنة، وموجودة حتى في الجزيرة العربية، ولكن حتى في الجزيرة العربية ما كانتش موجودة بكثرة، مش زي في مصر ومش زي في أفريقيا. فاللي حصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جه ولقى هذا الأمر هذبه، ولم يأمر بمنعها تماما لقد تكون محتاجينها الناس، ولكن أمر المرأة بأنها لا تجور على الأعضاء التناسلية بتاعة النساء أو البنات اللي بتعملهم ختان. كطبيب وكقارئ بعمق
في الفقه والعقيدة، لأن الموضوع ده يعني تطلب مني أن أنا أتعمق في دراسته والأحاديث النبوية والفتاوى في هذا. لا يوجد أي نص في القرآن ولا في السنة يدعو إلى ختان الإناث. والحقيقة لما بحب أقنع السيدات في مصر بقول لهم من بلد أكثر تقربا إلى الدين، إحنا ولا المملكة العربية السعودية مثلا؟ هي دي بلد الرسول وبلد ما عندهمش هذه عادة الختان. يبقى إذن الموضوع ليس له علاقة بالدين إطلاقا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده 4 بنات، لا يعرف في السيرة النبوية أنه ختن أي واحدة منهم. فدي أول حاجة لما نفهمها. الحاجة الثانية، مسألة الختان الحقيقة بيعملوها بجهل، ظنا منهم أن ده بيحفظ شرف البنت، من هذا يؤدي إلى الخيانة الزوجية بعدين. ليه بقى؟ هي البنت لما بيحصل يجوروا بشدة على الأعضاء التناسلية بتاعتها بتبتدي ما تشعرش بالرغبة الجنسية، بالتالي لما تتزوج ما تشعرش باللذة مع زوجها، بالتالي تبتدي تشك في قدرة زوجها، بالتالي ممكن تبص الرجل آخر عشان ترضي نفسها. وهذا يحدث فعلا، وأنا عندي حالاتها حصلت زي كده نتيجة ختان الإناث. فختان الإناث لما بيتعمل بجهل بيبقى مضر جدا، والمفروض والأصل فيه أنه ما يتعملش أفضل، إلا في حالات قليلة جدا لما يكون المسألة زيادة عن اللزوم، واحدة عندها تشوه في العضو بتاعها أو كبير زيادة عن اللزوم، هنا بيحصل اللي هو زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال أشني ولا تنهكي، هي عملية تجميلية، وأنا أرى أنها تمنع تماما إلا عن طريق دكاترة التجميل أو دكاترة الأمراض النساء. في هل أنت في شغلك عمرك أجريت هذه العادة؟ إطلاقا استحالة، إلا إذا في بعض الأحيان بيكون هذا الجزء من الجهاز التناسلي بيبقى متضخم جدا، زي بالظبط واحدة طالعة وحمة مثلا في وشها أو أنفها كبير قوي أو الجلد مثلا ما بين الصوابع متضخم، حاجة زي كده بنعمل تجميل للمنطقة لكن لا نبتره. فلازم الناس تفهم أنها بتقضي على أولادها بهذه الطريقة، وأعتقد يجب يعني الحزم فيها وتجريم هذا الأمر إلا إذا كان عن طريق طبيب. ختان الإناث كارثة بكل المقاييس، والمشاكل بتاعتها قد تحدث أثناء عملية الختام نفسها ثم على المدى البعيد. أثناء الختام كم من المرات شفنا جايبين لنا طفلة في حالة نزيف وفي بنات فقدت حياتها، وهذا ما يعلن عنه اللي بنسمع عنه بيعلن، ده أقل بكثير من اللي بتفقد حياتها ولا يعلن عنها، بتبقى في الخفاء. فإذا حصل نزيف ولم يتدارك ممكن تموت من حالة نزيف، ممكن يحصل بعدها انفكشن او التهابات، لان دي معظم حالات الختان بتتم في مناطق غير ملوثه غير مجهزه طبيا، لان هو هي اسلوب ما هيش حاجه طبيه، ما بتعملش في مستشفى، بتعمل في حجرات مغلقه في بيوت او عند داية او فاذا حصل التهاب طبعا وتلوث بتبقى كارثه. القميئة اللي احنا برضو بنعملها بدافع الحب والاهتمام والرعاية، الضرب، ان انت تبقي عايزة تربي ابنك ولا تربي بنتك فتضربيها، وعندك امثلة شديدة السوء بتستخدم زي يضرب اكسر للبنت ضلع يطلع لها 24 ماشي. طيب انت لما بتضرب انت مش تكسر ضلع، انت بتكسر شخصية، واللي بتقبل انها تضرب من اخوها او من ابوها هي بتضرب من جوزها، هي بتضرب من حماتها، هي بتفضل طول عمرها مهانة، لأن هي في الحقيقة انت كسرت شخصيتها، ما كسرتلهاش ضلع ولا حاجة. الناس تظن بالخطأ أن الضرب مسموح، الضرب منهي عنه، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تضربن إماء الله، محدش يضرب الستات، هو أسوتنا. السيدة عائشة تقول ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ولا امرأة ولا شيئا قط بيده، ما ضربش حاجة، ما ضربش. ولما علم أن بعض الصحابة مدوا أيديهم على زوجاتهم قال ليسوا بخياركم، الناس الكويسة ما تعملش كده. لازم كل راجل يفهم أن الست بشر عندها مشاعر وأحاسيس، وأن ما فيش أي شيء في القرآن والسنة والعادات الإسلامية بيبرر إخضاع المرأة، بالعكس في نصوص كتير بيدعو فيها الإسلام للرفع من شأن المرأة، زي مثلا في سورة النساء بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. ده معناه أن الراجل والست متساويين، الست زيها زي الراجل، بشر له مشاعر وإرادة وأفكار وعقل. مفيش أي حاجة بتقول أن الراجل أعلى من الست وأن هو يقدر يوجهها أو يديها أوامر أو يمنعها من العمل أو يقرر لها أو حتى يحرمها من حريتها. وفي سورة المجادلة بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين أمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وفي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه، طلب العلم فريضة على كل مسلم، والستات مسلمات زيهم زي الرجالة، والإسلام دين العلم والمعرفة وهو ضد الجاهلية، وعشان كده الستات لازم تتعلم وما تبقاش جهلة. وفي حديث تاني عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن داود رضي الله عنه، النساء شقائق الرجال. المفكرين المسلمين زي ابن القيم وابن رشد والألباني فسروا الحديث بأن القاعدة العامة هي أن الفرض على الراجل فرض على المرأة، والمسموح للراجل مسموح للمرأة، ومفيش استثناء غير اللي موجود في نص واضح وصريح. بالتالي الست بتساوي الراجل، والراجل لازم يعاملها زي ما هو عايز يتعامل، يعني باحترام واهتمام. الأهم من كده أن الستات تفهم دورها في المجتمع، وإنها لو عايزة تقدر تغير أي حاجة، وإن سكوتها معناه رضاها بسيادة الراجل عليها وتحكمه فيها. كل ست لازم تفهم إنها مش لوحدها، وإن كل الستات تقدر تقف مع بعض وتطالب بحقوقها اللي ادهلها الدين وقانون الطبيعة. ولو عايزين فعلا نرجع للإسلام الحقيقي ونعيش زي أيام بدايات الإسلام، لازم نفتكر إن في الوقت ده الست كانت حرة والمجتمع بيحترمها. كانت من 5000 سنة في مصر كانت ملكة وقاضية، وكان لها الوضع الأعلى في المنزل. هيرودوت لما جاء مصر قال تعجبت من حياة المصريين، الرجل يجلس في المنزل والمرأة هي التي تخرج للعمل. ده مكتوب في تاريخ هيرودوت، كانت المرأة هي التي تخرج للعمل، وكان لها حق في اختيار الزوج، وإذا ما عجبهاش تروحه بيته تمشي. فأنا يعني يهمني إن أنا أعرض ده أمام اللي يسمعني، قد إيه كانت المرأة في مصر لها وضع في المجتمع مميز جدا. دعوني أتكلم عن هيباتشيا العالمة التي عاشت في عصر التلمز البطالمة في مصر. كانت بمنطق دلوقتي أستاذة في الجامعة، كانت تحاضر في المعابد. تحاضر في إيه؟ في الفلك وعلم الفيزياء وعلم الأخلاق. هذه هي المرأة المصرية، وأنا فخور بيها، ومش عيب ان انا ابقى فخور بيها، لا اتعالى بيها على المراه في العالم، بس انا عندي شيء في تاريخي يستدعي الفخر. ليه ما اتكلمش عنه؟ وليه ما استلهموش تو انسباير للمراه الحاليه؟ دعوني اقول لكم بعض الشعر من نصائح لواحد اسمه بتاع حطب. كان يعيش في 2700 قبل الميلاد، كان الاسره الثالثه او الرابعه تقريبا. انظر ماذا قال البتاع حطب في نصيحته إلى ابنه. قال له الآتي: أنصحك يا ابني أن تتزوج وأنت في سن صغير، يعني ما تستناش لما تعجز قوي، تمام؟ وقال له: أنصحك كيف تعامل زوجتك. اسمعوني، ده كلام مش من بنات أفكاري، دي بردية موجودة لبتاع حطب موجودة في المتحف المصري. قال له: املأ قلب امرأتك بالحب، طوق عنقها بأغلى أنواع الأحجار الكريمة، طوق جسدها بأفضل أنواع الثياب، املأ معدتها بأطيب أنواع الطعام، واعلم أن مفتاح سعادتك هي أن تكون هي سعيدة، واعلم أن سعادة منزلك في صحتها وسلامة صحتها وعقلها وقلبها، واعلم انها هي مفتاح الحياه، اسعدها انها تسعدك. هذا الكلام قيل من 4700 سنه. شوفوا النهارده احنا بنقول للمراه ايه؟ اتجوزها واحبسها في البيت، ما تنزلهاش للشارع، ما
غطي راسها، غطي عقلها واستعبدها. أتمنى يعود وضع المرأة كما كان، وأتمنى لمجتمعنا الذكوري أن يتفهم أن نجاح المجتمع وتطويره وتقدمه مش بس في إيدين عضلاتنا احنا، لا، دي في صحة المرأة وفي سلامة المرأة وفي حسن وضع المرأة في المجتمع.